الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق انبرق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا يعيش على أرق. ولا تصحب المجنون حال جنونه، وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق. وصدق وصادق كل ذي صدق فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مستشفى الزرقاء اليوم 30/4/2022 الموافق 29 رمضان 1443. ابن محمد حسام في مستشفى الزرقاء حالة شك لأنه هناك نزيف. الحمد لله هو الآن بألف خير. آخر تقرير، ألف مبروك يا محمد. الحمد لله رب العالمين. أحمد الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا يطبخ فيه ونروح معانا اليوم إلى بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. تأملوا خيرا تجدوه. الولد شفته، الولد دخلت عليه شفته وأذنت في دينيه وقمت الصلاة ودايته الحمد لله وضعه كويس. مفنطر عينيه يعني بده يحقق معي، بده يقول مين أنت؟ ما شاء الله ديه بتحرك كل شيء وضعه تمام، بس بدهم يتأكدوا بصور أشعة ويشوفوا كيف وضعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. محمد حسام قاعد، حسام راح يراجع الدكتور، كان معانا حسام راح يراجع الدكتور يسأل ويستفسر عن وضعه الصحي. اللهم احفظه محمد يا ذا العرش العظيم. مالك رب الله يكرمك يا رب. كان بودي اصور فيديو بس قالوا ممنوع التسميه. سخلي الحين بخلي حسام اذا راح يصور ان شاء الله باذن الله تعالى لو فيها مخالفه. بعد الله نزل في المستشفى انتظر السيد حسام ذهب لمراجعة الأخصائي. في الزرقاء. مستشفى. لا هسه بده على الخداج يعيدوا فحوصات ويعيدوا صور ويتأكد من الأمور كلها. بس فحوصات بشيء تمدي كويس. اشيك مرة ثانية عازم يعيدوا فحوصات. إلا جيب لنا رقم تليفون دكتور مشعل. أقول لك يا محمد بدي رقم الدكتور مشعل إن شاء الله بنفرح بولادك يا عم الضيوف هذا فقير بديهم في قطاع الحياة. الله يسلمك هذا هناك يعني. أبو ليش بقول لك الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا كريم، الله يشفي، يا الله يا مسلم، يا سيدي يا رب. الحمد لله وضعه كويس يعني طلع عليه ما شاء الله ما فيش في ولا الحمد لله يعني ببرق النت حملته انا امبارح. الحمد لله اموره كويسه كمان. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لله رب العالمين. خير الوالدين. هي وضعها ام الزوجين يعني ما فيش شيء مع المسلم. هي كويسه كويسه. ربنا يشفيها. الله يشفي يا رب. والله ابوك تاخر يا زلمه. تاخر ابوك. الان في قسم حضانه الاطفال قسم الخداج. ما بتعرف بسيط. فكانوا ضارب شيء في هم صاير بيعملوا التزييف على الدماغ يعني. كلام يعني.
الدكاترة في عندهم شيء معين يعني مع التقارير الطبية. في لفيفة كان جهاز الشطر في الشطر هذا الوضع يعني مثال يكون يعني خطر في أي لحظة يعني. صعب وسهل صعب أكثر ما يسهل يعني. سهل إنه وضع عز وجل يجبر هذا الضوء يشبر وصل لأنه الأثار الجانبية صعب إنه الله يكون خاوض يعني. الصورة الملونة
والكادر الطبي يا في إجازة يا يعني روتين المستشفيات قاتل. ولا هيك أبو محمد الله حيك.